هم الذين يرشدونك إلى أين يجب أن تكون. حكمتهم في الحياة تلهمك في كل الأوقات. عوالم من المعرفة تلهم طريقك إلى المستقبل. شخصيتك انعكاس لتجاربهم وقصصهم، حتى تصبح تلك القصص قصصك أنت، لأنهم يعرفون أن الطريق الذي تسلكه في حياتك سيرجعك دائماً إلى بيتك. من عائلتنا إلى عائلتكم، رمضان مبارك.